لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن رياضات الموروث الشعبي تحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أن دعم واهتمام جلالته أثر هذه الرياضات التي أصبحت ذات طابع خاص في مملكة البحرين ولها شعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم، بعد أن شهدت المسابقات نجاحات كبيرة عكست الصورة المشرقة لتطور هذه الرياضات. وأوضح سموه أن المسابقة الدولية لجمال السلوقي العربي عكست الصورة المشرقة لرياضات الموروث الشعبي في مملكة البحرين، خاصة أن المشاركة كانت واسعة وكبيرة من ملاك من داخل مملكة البحرين وخارجها، حيث أن وصول المشاركين لأكثر من 120 مشاركا من مختلف الجنسيات يؤكد النجاح الكبير الذي شهدته المسابقة. وأشاد سموه بالتنظيم المميز من اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود، حيث أكد سموه أن هذا التنظيم يدل على أن مملكة البحرين غنية بالكفاءات الوطنية القديرة التي تساهم دائما بنجاح في كافة المسابقات والبطولات الدولية والعالمية التي تستضيفها المملكة الغالية، مثنيا سموه على عطاء كافة اللجان العاملة وحرصهم على إظهار المسابقة بأفضل صورة تنظيمية. وهنأ سمو الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات التي شهدتها المسابقة الدولية، مؤكدا أن الجميع فائز في هذا التجمع الكبير الذي شهدته المملكة. هذا وتفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.